السلام عليكم، يعطيك العافية يا عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. وارحب طبعا بجميع الناس اللي حيحضروا الورشة هي من الطلاب مع الاي اف ام اس اي وبإشراف الدكتور محمد القضاة. انا بلال محمد الدروبي، ومعي هلا زميلي حاليا عمر عبيدات، هو زميلي خريج نفس الدفعة. ويعني تعريف سريع ان شاء الله لحتى الناس يعرفوا مين عم يسمعوا، مين اللي عمل البحث هذا اللي هلا بدهم يتعلموا منه ان شاء الله. فعمر عبيدات كان زميل إلي من دفعة 2015، خريج 2021. هو ما شاء الله من أوائل الدفعة، وحالياً هو طلع له اختصاص بأمريكا بجامعة UCF University of Central Florida. مظبوط؟ مظبوط. أيوة. تخصص شو كان بالضبط؟ Internal Medicine. ما شاء الله، تمام، ألف مبروك يا رب. فيعني هو وافق مشكورا انه يشارك معنا بالورشه هي على يعني جلستين راح نحكي فيها عن بعض انواع الريسيرش اللي هو شارك فيها، ويشاركنا خبرته والتجربه هي تبعه لحتى يفيد فيها ان شاء الله الطلاب الاصغر منه. فعلا انا بشكرك، يعني والله قديش انا حكيت مع ناس كتير، كل واحد يعني سبحان الله يعني تصير مشكله يصير كذا عذر ما نقدر نظبطها، فاخيرا يعني زبطت هي بعد شي شهر ترتيب. الله يجزاك الخير يا آمين رب، وإياك وإن شاء الله يعني الطلاب. شرف لي إني أطلع معك بهاي الورشة. والله الشرف إلي كله، وإن شاء الله الطلاب يعني حيكونوا شاكرين لك هالشيء، وكمان حيستفيدوا كتير إن شاء الله. والدفعة هي والدفعة كمان الباقيين أنا متأكد حيضلوا يشوفوها ويبعثوها لبعض، لأنه حيكون فيها إن شاء الله إكسبيرينس منيحة. أوكي، فخلينا نبلش هلأ. عمر، طبعا احنا اخترنا من الريسيرشات اللي عملتهم، ما شاء الله في عندك عده شغلات ما بنقدر نحكي عنهم كلياتهم بالفيديوهات هاي، فاخترنا منهم ريسيرشين. واحد منهم كان كيس ريبورت، وواحد منهم كان كوهورت، فنحن هلا حنحكي عن انواعهم بالتفصيل. فخلينا نبلش بالاول. اساوي شير سكرين من عندي انا، وهي جريد فيو سمنا جريد فيو. اوكي، فهي هي الريسيرش الاول، الكيس ريبورت ان شاء الله هلا بدنا نحكي عنه للطلاب. عنوانه رير مانيفيستيشن اوف بروميديولون توكسيسيتي از انتركرينيال هيموريج. فهذول هنا اسماء المؤلفين، وهذا هو هي هي الورقه البحثيه. فطبعاً احنا هلا ما حنحكي عن البحث نفسه بالتفصيل، ولكن بدنا نسألك الأسئلة عامة عنه حتى الطلاب يعرفوا أنواع الريسيرشات وكيف بيقدروا يبلشوا بكل واحد منهم والتجربة. فحكينا لو سمحت هلأ بالضبط هذا النوع من الريسيرش اسمه كيس ريبورت، فشو هو بالضبط الكيس ريبورت؟ الكيس ريبورت بيكون إن مريض إما جاي بأنيوجوال بريزنتيشن زي الكيس هون، أو بيكون في يعني إشي سبيشال بالكيس هاي، إما كمانجمنت يعني نيو تريتمنت على مريض واحد، أو a complication from treatment بس إنه كثير نادرة، أو زي الكيس اللي ما حكيت لكون abnormal presentation أو unusual presentation. فهو يعني مبدئيا هو حكي عن كيس، عن حالة مرضية، ولكن مو حكي عن أي كيس بنشوفها كل يوم تيجي عندنا المستشفى، ولكن شغلة غريبة شاذة أو نادرة بحيث تجذب الانتباه كتير، وممكن الناس يقروا عنه ويتعلموا منه يعني أكثر من اللي بيشوفوه بالمستشفى يوميا. بالضبط. طيب تمام. فيك تحكينا هلا لو سمحت كيف البحث هذا اللي نشرته كيف بلش؟ بلش زي ما حكيت لك، إجا مريض أول مرة على الطوارئ بعد 10 أيام من استخدامه لسم فيران. المريض كان بليدنج تقريبا من كل محل، من الأنف، من الثوم، من مع البول، مع يعني الإخراج، نزيف من كل مكان. أبدا نزيف من كل مكان بالضبط. طيب، وغلاسكو كوم سكيل تبعه كان تقريبا 9 10 إشي زي هيك. هلا تعريف بس للطلاب اللي أصغر منا، لأنه أحيانا نحن بننسى إنه اللي أصغر منا ما بيعرفوا الشغلات هي. نحن هاي الشغلات لأنه درسناها بسنة رابعة، اللي حيشوفونا سنة رابعة وثالثة وثانية ومنهم حتى أولى إذا ما شاء الله كانوا كتير مهتمين. الجلاسكوما سكيل هو
اختصاره جي سي اس، هو سكور من ثلاث بارتات، العيون والاستجواب والحركة. بناء عليه بيقيسوا وعي البني آدم، إذا كان 10 من 10 معناته وعيه تام أو قوي، إذا كان ناقص معناته بيكون إنسان عنده، لا هو كان من 15 صح؟ فمن 15، إذا كان كامل 15 من 15 بيكون وعيه تماما، إذا كان نازل من هيك 10 9 8 بيكون بلش شو يعني في مراحل نقص الوعي، وتحت من هيك بيكون غيبوبة. فلما يكون متدني طبعا هي مشكلة كبيرة. كمان بتذكر أنا بقرأ المقالة تبعك كان عنده كمان صداع واستفراغ كمان، يعني مو بس نزيف، صداع واستفراغ ووجع راس شديد. صحيح. طيب، فالمقيم الطوارئ قاعد يحاول يدور على السبب، فطلب فحوصات، طلب سي تي سكان للدماغ، وطلب فحص تميع الدم. فحص تميع الدم كان الأبر ليميت تقريبا بالـ INR، كان ماكسيمم مقفله تبع المستشفى، يعني ما أعطى رقم يعني. يعني هو الدم المفروض الدم يكون له ميوعة معينة، بحيث إنه يكون أثقل من الماء بشوي وأخف من اللبن، خير، وبيكون له ميوعة معينة. هو كان ماكسيمم، ولا كأنه يعني كان مثل المي تماما بالضبط. فهذا الشيء بيسهل النزيف طبعا منه. طيب، فالمقيم استغرب إنه إيش في إشي ممكن يعمل هذا الإشي. أول إشي خطر على بالهم إنه ماشي على دواء من المميعات اللي هو اسمه وارفرين. ما سألوا طبعا، ما كان ماشي على أدوية ولا كان عنده أي مشاكل، ما كان ماشي على أدوية ولا إشي، فإنه إشي غريب. وكان طبعا على السي تي سكان لقى لارج انتراكرانيال هيموريج، نزيف بالدماغ حجمه كبير، وهذا اللي كان عمل له وجع الرأس تبعه، يعني أيوة الصداع الشديد، وجع الرأس والاستغراق والاستفراغ، ايوه هذا كله كان من عنده نزيف بالدماغ، هو مسكين ما له عارف. ومؤثر كمان على وعيه، يعني الجلاسكو كوم سكيل ايوه كان تقريبا عنده 10 او 9 ناسي بالضبط، يعني كم شوي تاني وحيفوت بغيبوبه البني ادم، ابدا ما كان مستشعر بالضبط. طيب، ف والسبب ابدا ما كان معروف، لا هو عنده امراض سابقه ولا بياخذ ادويه، فشو كيف عرفتوا بعدين السبب الى الشغلات هاي؟ يعني المقيم قاعد يسال انه هل هو تعرض لإشي معين؟ أيوة، يسأل أهله ومرته، يعني يسأل الأهل والمرته. قالت له هو بيشتغل عامل ببلدية، إنه تعامل مع سموم كثير برشها. أيوة، فقاعد يدور إنه إيش في سم ممكن يعمل تميع في الدم. لقى إنه في نوع سموم تستخدم للفيران اسمه بروموديالون، حتى بيشتغل تقريبا نفس الوارفرين بس يعني أقوى منه 7 أو 10 أضعاف. أوف أوف أوف، أضعاف كثيرة. وهو طلع البني آدم لما سألنا، لما سألوا الدكتور بالطوارئ، طلع حكوا أهله فعلاً إنه خلال 10 أيام الماضية كان البني آدم عم يشتغل، عم يقتل فيران، عم يشتغل بسموم الفيران، وعم يمسح السموم هاي، وكان عم يمسحها بإيده يعني العاريتين من العارية بالضبط. أيوة أيوة. فكان هذا كمان إشي غريب، إنه بدون إنجسشن، بدون ما يأخذ مباشرة، من دون يعني، في ناس صح أحيانًا يعني صار امتصاص بالجلد وبالتنفس بالدواء. يعني هو بالعادة هي أحيانًا شوي يعني ممكن نحن نخاف لو أكله، لو تنفسه، لو كان بيتبخر، بس هو حتى عم يمسحه، وخلال 10 أيام صارت معه هي الأعراض هي، وطبعًا هو للأسف تجاهله، وبعدين سألت الحالة وإجع الطوارئ. طيب، وطبعا انا يعني الكيس صراحه عن جد كثير عجبتني، انا بنصح جميع الناس اللي ان شاء الله هلا حيسمعوا الفيديو يروحوا ويقروا الكيس كلياتها. خليني لحظه اساوي شير سكرين، مبين عندك عمر صح البحث؟ عليكم هذا البحث هو كلياته الكيس ريبورت، غالبا بتكون قصيره نوعا ما طبعا، بس ولكن فعلا فيها فائده حلوه كثير، يعني هي 5 صفحات، وحتى الصفحه الاخيره مو كامله، بتطلع 4 صفحات. بنصح أن الجميع يقرأوها، ولكن فعلا يعني نفس اللي حكاه عمر إلى الآن، كانت فيه شغلات كثير حلوة. البني آدم كانت يعني ميوعة دمه شديدة، وحتى وأنتم عم تعالجوه أو لما الدكتور عالجه صار يعطيه علاجات للورفرين بالعادة، نفس الأسلوب اللي بيعالجوه بيعطوه بلازما وما تحسن، قعد فترة طويلة لأنه كمية الإكسبوجر كان كثير عالي. وحكم على البلدية طلع هذا سوبر وورفرين، يعني هذا نفس الدواء ولكن أضعاف مضاعفة، فبده أضعاف مضاعفة من العلاج بالضبط. ف يعني جد سبحان الله كيس جدا جميله. هي كمان يعني انتم حاطين يعني هي حكيتوا عن السيمتومز تبعه، هي عن الشرات اللي صارت معه، العلاجات اللي اخذها وكيف ما تحسن اول شيء، لحتى بلشتوا تعطوه فيتامين كي،
وهذا السي تي سكان انتم عم تشاركوا الصوره اللي صارت معه، هذا هو النزيف شايفينه كيف. وبعدين هلا في مشكله ثانيه انتم حكيتوا عنها يا عمر بالبحث تبعكم، انه غير انه في كل المشاكل هي والنزيف والورفرن، بس مشكله كمان أسوأ من الورفرن هذا الدواء، انه هذا سوبر وورفرن يعني قوته اكثر وكمان لونج تيرم اكثر الافكت تبعه. فهي كانت مشكله ثانيه واجهها الدكتور اللي كان بيعالج الحاله هي. بالضبط، كانت فترة العلاج أطول بكثير من علاج الوارفرين توكسيسيتي. زي ما بتشوف هنا يعني كانوا يقيسوا الاي ان ار كل يوم. هي صراحة عجبتني الصورة كثير، انتوا حاطينها مفيدة جدا، يعني تشوف قاعد تقريبا فوق الثمانين يوم وهو يتعالج. بس اسمح لي عمر مشان نشرح للناس اللي لسه ما بيعرفوا الشغلات هي، يعني مشان تتضح لنا الصورة أكثر. الاي ان ار يا جماعة هو مقياس لمعيار الميوعة الدم، إن شاء الله حتدرسوه بسنة ثالثة تاني أو تالتة حسب المنهاج هلأ. فكان المفروض يكون الآين آر بحدود الواحد، فهذا بني آدم تطلعه شلون كان الآين آر تبعه يعني بالعلالي 8 و7، فكان عالي جدا. وبعدين لما قرروا هون على المستشفى يعالجوا ويعطوه الفيتامين كي صار شو ينزل ينزل ينزل، فطول الموضوع جدا، فضل 70 يوم لحتى رجع للنطاق الطبيعي يلي هو بحدود الواحد. فكان العلاج جدا أطول من العادة يعني. بالضبط، والعلاج هو مش بس نعطي فيتامين كي، نعطي بلازما فريش فروزن بلازما. تمام، هلا بدي أسألك لو سمحت، يعني هي الكيس اللي حكيتها عن جد غريبة، فيها عدة شغلات غريبة. يعني هذا الدواء قليل إنه نحن يعني البروميدايالون هذا يعني أنا أول مرة بسمع عنه لما قريت بحثك، وأول مرة بعرف يعني إنه فيها الأد شغلة أقوى من الورفرن بكتير، ومو بس أقوى منه بالقوة نفسها ولكن كمان بمدة عمل الدواء هذا، وهي لحالة مشاكل كتير. فعلاً الكيس حلوة. هلأ السؤال، أنت كيف تعرفت على الكيس هاي، أو أنت اللي كاتب البحث أنت وفريق، فكيف وصلت لكم الكيس هاي لحتى بلشتوا مشروع البحث والكتابة؟ بصراحة أنا ما بعرف بالضبط كيف وصلت لصاحبي، يعني أنا شاركت صاحبي في الكتابة فقط. أيوة، هو اللي دعاك يعني. هو اللي دعاني بالضبط. أيوة. أما فكرة البحث بلشت من مقيم اسمه عمر جبارة. أيوة. صاحبي كان مشتغل معه على مشروع ثاني يعني ما لهش علاقة بالأبحاث، وأتوقع عرض عليه إنه يكتب وشارك معه الفكرة وعجبت صاحبي ودعاني لأنه نشارك في الكتاب. أيوة، فهو كان اللي بلش المشروع، هو كان مقيم من المقيمين عندنا بالمستشفى، وكان عم يجمع ناس يعني فريق، فمن ما عارفك قال لك تعال شاركنا لو سمحت بالبحث واكتب معنا. فهيك وصلت لك. فهو ففعلا شغله منيحه انه الواحد يكون عنده علاقات مع الطلاب اللي حواليه والناس اللي اكبر منه كمان، مشان توصل له الفرص هي، لانه فعلا قليل. يعني نحن مثلا لما كنا سنه رابعه او ثالثه او خامسه، انت لسه ما عم تشوف هالعدد الضخم من المرضى وما عم تعالج بنفسك، فاكيد ما حتعرف هي الشغلات صارت. انت كل شغلك بالمستشفى انه تجي تشوف المرضى، تحكي عن الكيس للدكتور الاخصائي وتروح البيت، بس اذا بدك تكتب بحث لازم تعرف اللي اكبر منك مشان يعرضوا عليك الفرص هي. انا يعني اول بحث اجاني كان كمان كيس ريبورت عن طريق دكتور، مش الدكتور صاحب الكيس نفسه، واحد تاني. واحد تاني بس انه نفس المبدأ، الدكاترة الأكبر. بالضبط، انا لما رحت على الدكاترة طلبت اني بدي اشارك البحث، فالدكتور بعرف انه زميله عنده فرصة بحث كيس ريبورت، فحكى له عندي طالب كويس بعرف يكتب وعرض عليه، ولما عرض عليه حكى معي الأخصائي الثاني وحكى معي تقريبا ربع ساعة، سألني إذا بعرف أكتب عن الأبحاث وطريقة عمل الأبحاث وكيف الكيس ريبورت بتنكتب وهيك، فاقتنع فيه وأعطاني الفرصة، ومن خلالها انطلقت يعني بلشت أعمل علاقات مع الدكاترة وهيك. هلأ هي على فكرة اللي حكيت الشغلة صح مهمة، وذكرتني أنا كمان باللي صار معي، أنه سبحان الله الريسيرش بجر بعضه. يعني هو فعلا أول يعني كتير صعب أنك تبلش بأول واحد، بس اللي بصير أنه بعد ما تبلش الأول يعني انت بس صار عندك شغلتين. هلا رقم واحد صار عندك العلم نفسه والخبره انك تعمل شغلات تانية بوقت اقل واسرع، والشغله الثانيه انه صار عندك المعارف من الريسيرش الاول. والله وشغله ثالثه انه الناس الجداد اللي بتتعرف عليهم بيقول لك هل عندك خبره سابقه ولا لا. يعني هي نفس الشغل، انت دائما بالشغل بتروح عند شغل بيقول لك دائما بدنا عند واحد عنده خبره سنه سنتين،
طب يا اخي انا كيف بدي كيف بدي يصير عندي خبره سنه سنتين اذا انا لساتني صفر؟ كل حدا بيطلب مني خبره سنه سنتين. فهي هي فعلا المشكله انه انت دائما بتعاني انه تحصل، يعني بس تطلع من مرحله الصفر للواحد، بعد هيك بتصير الامور اسهل وبصير الناس بيثقوا فيك اكثر بيعطوك مشاريعهم. بالضبط. طيب هلا كمان سؤال بدي اسالك اياه لو سمحت، انه شو خلينا نقول الدروس او يعني العبر من الريسيرش هذا كيس ريبورت، شو فادنا او هلا هو انكتب، شو الميجر ليسنز يلي ممكن تعلمها هلا لواحد ارى البحث هذا، شو المعلومات اللي حدا يستفيدها يطبقها بممارسته الطبيه او للعموم الناس ممكن تنصحهم فيها بناء على اللي صار هذا البحث يلي انت ناشره يلي حكينا عنه؟ يعني في اول الكيس هاي اللي عملناها، الفكره الرئيسيه منها البرزنتيشن زي ما حكينا، انه البروميدالون بيجي ممكن يجي بنزيف اي مكان حتى في البرين حتى بالمخ. نعم. وفتره العلاج بتكون طويله كثير، والاي ان ار تبعه بيكون اعلى بكثير من الوارفرين، وبالتالي الواحد بيكون بتذكر انا بالبحث اللي حكيته عنه فعلا هي شغله يعني عن جد افزعتني، حكي ليكو الاي ان ار كان بين السبعة والاثنين ضل يطلع وينزل لانه كان لونج هاف لايف، واخذ كميه هائله من الفريش فروزن بلازما ليكو، مكتوب كان 150 اف اف بي يونتس، يعني هذا اخذ نص بنك الدم انصرف عليه بس مشان تنقذ حياته لبني ادم هذا. بالضبط. وكمان يعني للعامه انه لا تتعاملوا مع سم الفيران هيك، يعني لانه ممكن يمتص من خلال الجلد، من خلال الاستنشاق، مش بس انه الواحد بده ياكله او بده يصير في انجستشن عشان يعمل شغله او يصير في افكت. فسم الفيران فعلا شيء خطير، يعني هذا البني ادم يعني اول شيء نزف بدماغه وصار عنده اعراض ومشاكل بالنيورو، الشغلات صعب جدا ترجع، صار عنده سكته دماغيه وشلل يعني جزئي، ويعني ان شاء الله الله يشفيه ان شاء الله يكون تحسن بعد هيك، بس هي الشغلات فعلا صعب تتصلح، فالناس لازم يعرفوا صح خطر سم الفيران، يعرفوا ما يستعملوه بدون قفازات ووقايه، ما يستعملوه بالاماكن المغلقه ويستنشقوا هواءه، فبدهم دفنتلي بدهم يعملوا بحذر. هي من ناحيه العوام، ومن ناحيه الدكاتره اعتقد فعلا هي هذا الدرس بيفيدهم انه في دواء جديد غير الورفرين، في سوبر وورفرينز أسوأ بكتير بده تعالجه باضعاف العلاج بالثمن وبالمده لحتى يرجع مثل الأول. يعني وكمان يكون الواحد بالطوارئ يفكر بأشياء ثانية غير الدواء، يعني كويس إنه المقيم ظله يدور وراء السبب. صح صح، منيح إنه سأل كل الأسئلة. صح. يعني بتصور لو أخذ هيستوري هيك بشكل سريع ما كان عرف إنه وصل لسم فيران ولا القصة كاملة. صح، لو دكتور بس عالجه يعني اطلع على النتائج الدم قال والله هذا عنده ميوعة خلينا نعطيه العلاج الفلاني اللي هو اوكي معروف انه الفريش العلاج واحد يعني ما والفيتامين كي عرفت او ما عرفت السبب راح يضل يعالجه نفس الاسلوب، بس الفرق انه للوقاية المستقبلية اذا عرفنا السبب فينا نوقف المشكلة اللي صارت، بني ادم هذا شغله بيسترزق منه، ففيك تعلمه تقول له لما تعمل هيك المرة الجاية دير بالك من الشغلة هي كانت السبب للي صار معك. بالضبط. طيب هلا كمان سؤال ممكن يسألوه الطلاب، لانه في كتير انواع ريسيرش وحنحكي ان شاء الله عن الثاني بالفيديو الجاي اللي هو الكوهورتس وغيره وراندومايز وغيره، ولكن هذا نوع الكيس ريبورت اللي انت مساويه هلا واخذنا دراسه هي اللي سويتها انموذجا، شو الايجابيات والسلبيات تبعه؟ الايجابيات انه سهل ينكتب، وباخذش وقت طويل، يعني اسبوع يكون جاهز للنشر. هي كانت أول خبرة لك؟ لا هي الثانية. طيب أخذ منك أسبوع، معناته شوي بده يطول أكثر يعني مع المبتدئين، بس بيظل وقته قصير نسبيا، يعني أسبوع أو حتى أسبوعين أو ثلاثة بيظل ولا شيء مقارنة بالباقي اللي حنحكي عنه. وفكرتها بسيطة، يعني أنت عندك بس مريض واحد اللي تتابعه وتشوف حالته. طبعا هي بس للتوضيح مبنية. للتوضيح للناس للحضور الشباب الطيبة، أنه أسبوع أصدق عمر بتوقع بالكتابة صح؟ يعني هي المدة تكمل من بدأك المشروع أنك تكتب الورقة هي تبع الأربع خمس صفحات، ليس من أنك تبلش من الصفر لا ينشر، هي ممكن تمتد بضعة أشهر خلينا نقول. لا يعني أخذ من المقيم البحث. أيوة. هذا يعني من بالضبط. أول يوم بريزنتيشن للمريض لحد ما نشرنا البحث، يعني والحكي طبعا شهرين نص، يعني
ايوه بس انا بحكي عني كطالب، انا بدي ككتابة اشارك بالكتابة، ما راح شغلك الشخصي، جزء مسؤوليتك. وطبعا احيانا صح، بدي هي شغله كمان بدي انبه عليها، انه في بعض الناس يعني بحالتك هي يمكن كانت كيس جديده، كانه هلا جاي والمقيم اللي شافه يمكن او اللي بيعرف حدا شافه هو اللي قال لك عنه. احيانا بتكون في كيسات يعني ممكن انت تجمع باقي المعلومات من السيستم حتى، فمو شرط حتى تكون انت بالضبط انت نفسك اللي شايف المريض او معالجه يعني. طيب بالضبط. والسلبيات؟ سلبياتها انه ما بتقدر تعمم النتيجة، يعني بالأخير هي كيس واحدة، يعني ممكن المريض هذا هو اللي عنده قابلية يعني بوليمورفيزم مثلا في جيناته اللي خلت السوبر وارفرين يشتغل بهاي المدة الطويلة، يعني ما ما فينا انه نقدر نعمم نعمم بالضبط، مع إنه مريض واحد بالأخير. يعني. صح، يعني انا شو بيعرفني انه لو انسان تاني اخذ نفس الدواء، ممكن الانسان التاني هذا يعني هو اللي شفناه مناعته او جسمه ضعيف، دمه جدا معرض للشيء هذا، ممكن الباقيين يكونوا احسن منه، فما فينا نعمم كفترة 100%. علاج واستجابة ممكن في ناس أحسن منه، ممكن وناس أسوأ ما كمان يوصل أو ناس أسوأ يعني، بالضبط. يمكن هو كمان احسن من غيره، ما بنعرف بالضبط. ولكن اظن يعني الفكره هي من الكيس ريبورت انه انت بتعطي لزملائك خلينا نقول او باقي الدكاتره اللي حيقروا البحث هذا، ياخذوا فكره عامه للمساله اللي صارت، وممكن بناء عليها هي تفتح ابواب جديده لريسيرش او تجمع كيس ريبورتات كتار او حالات اكثر من هيك، وتعمل عليهم نوع ثاني من ستدي بيكون له دلاله اقوى او اسلوب استدلال اقوى. هو أضعف يعني درجات الاستديز الكيس ريبورت، هو بس هي مهمة بصراحة بالتعلم، يعني كأول تجربة كثير فادتني، هي اللي دخلتني للريسيرش، اللي عرفتني كيف الواحد يكتب، كيف يدور على الببمد، على الأبحاث. سيمبل بالنسبة للستودنتس، صحيح، فيعني كثير كانت تجربة مثرية. حلو كتير. وكمان حلاوة يعني خصوصا اول كيس ريبورت او اول ريسيرش بغض النظر شو كان للطالب، انه فعلا يعني الطلاب احيانا بيتشتتوا بيقول لك انا بدي اعمل شيء كبير، بدي انشر مجال، بدي يعني هو مفكر احيانا بيكون عنده تصورات كبيره ومفكر انه لازم اول بحث يعمله لازم يكون افضل بحث عمله بحياته، بس هو فعلا المفروض يخلي باله انه الهدف الرئيسي انه يطلع يتعلم منه. السلم درجة درجة. صح، انه يكون هدف اول ريسيرش انه تتعلم منه الشغلات هي الأساسية. وكمان مشكلة ثانية واجهتنا بالريسيرش، إنه صعب تلاقي مجلة تنشر كيسات، يعني كيس ريبورتس حاليا المجلات بفضلوهاش لأنه مش كثير بتجيب سايتيشن، فراح يواجه مشكلة إنه يلاقي مجلة تقبل البحث تبعه. يعني عادي أنت ممكن تعمل بحث وتكتبه وتقدم المجلة وترفضك، وبحالها شو بدك تعمل؟ دورة مجلة ثانية يعني عادي. ثانية وثالثة ورابعة. اي ف يعني البحث هذا أيوه الرير مانيفستيشن اوف بروميديلون رفض تقريبا 4 أو 5 مرات. والله على سيرة الرفض، أنا لسه في بحث هذا المنجات اسمه مرفوض لسه قبل يومين، واصلتني ريجكشن ايميل. ففعلا هذا الشيء صح بصير الطلاب يعني لازم يخلوه ببالهم، الابحاث مو بس انت والله تكتبه والمجلات حيبوسوا ايدك مشان تنشره، راح تقدم كثير منهم حيرفضوك لعده اسباب، بيقول لك البحث تبعك مو عاجبنا او مثلا فيه شيء ناقص، او احيانا بيقول لك هو ممتاز بس نحن اصلا هذا مو من تخصص مجلتنا، نحن بمجال معين، فبضلك تضل تحاول لحتى تلاقي المجله المناسبه يعني. فكمان هذا الموضوع بياخذ من الوقت يعني، احيانا البحث عادي ممكن تخلصه بشهر بس بده 3 شهور او 4 على النشر لحتى الجورنال يعني يرد عليك، بيطولوا هاي الشغلات اداريه يعني للاسف. طيب شكرا كثير يا عمر، يعطيك الف عافيه يا رب، شكرا على المشاركه مره ثانيه.